البنات كديري لاباس، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير ان شاء الله. كيف كدوزوا هذا رمضان؟ قضى عليكم ولا قضيتوا عليه؟ انا صراحه الساعه الحمد لله، ولكن انا عارف من غير ما نخرج، يعني نكون صايمه ونمشي نتغدى ولا نقضي شي غرض، صافي غنعرف راسي غنتسخسخ ولا غطر شي حاجه، نبقى في الدار ما عنديش مشكل، يعني بخير ندوزو عادي. المهم الحمد لله على كل حال، واخا عندنا الصعوبات بزاف صراحة، عندنا الصهد ديال بصح، يعني الحرارة ديال بصح، ولكن بخير يعني الدار الحمد لله. واخا تاهي كتخون بزاف ما كتبرديها وشوية وصافي، هي غادا مكانش هادي. المهم اليوم جيت لكم واحد الفيديو جديد ان شاء الله، فيديو شوية مبدل على العادة، ماشي فيديو ديال كيف قلت لكم، فيديو شويه مبدل، ماشي فيديو ديال الطياب، ماشي فيديو ديال فلسفه التجميل، ماشي خرجه، ماشي روتين، ماشي 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 ماشي. المهم هذا فيديو على قبل هذه الكوتشينه، على قبل هذه الكوزينه هذه، ان شاء الله بغيت نبدل شويه فيها. وكيف كتعرفوا صعيب عليك هنا تبدلي، انا كنت معوله صراحه هذا نوريك، كنت معوله نصبغ هذا الفلاكارات، هذا هاد اللون هذا ما حيت ما عندنيش صراحه لا علاقه، سمعوا ولا نصبغوا هو، وهذا نبدلو ندير يعني هذاك البلاكارات نديرهم في البيض، وهاد اللي هما زعما بحال الخامه نديرها في الكحل، يعني باش غتجي زوينه بزاف بحال هكا. ولكن ملي جيت نشوف كيقول لك يعني صبغيها باش ما تخرجش تضي نفس اللون اللي كان، وبالنسبه لي هاد اللون صعيب بزاف، ماشي يعني يعني بحال داير بحال الخشب ولا ما عرفتش كيفاش داير تصبغها كاع، ماشي ما ساهلاش باش انك ديريها صراحه. كون كانت غير لون واحد يعني سهله، قضيه بالزربه غديري صباغه لون واحد درت تصبغي وترطي، ولكن صعيبه صافي خليتها، قلت خليها هكاك. المهم غنقاد الحاجه اللي نقد عليها، ملي نبغي نمشي نغطو كي كان وصافي، يعني ماشي شي حاجه صعيبه. المهم قبل ما نوريكم بعدا اشنو غندير واشنو غنحتاج، غنخوي بعد الكوزينه، يعني غنحيد هادشي كامل، نخوي البوطاجي كله ما تبقى فيه حتى حاجه، ومن بعد نوريكم اشنو غنحتاج وشنو غندير ان شاء الله. يلا بقى معايا. المهم البنات اول حاجه غندير هو انني غنخوي الدنيا كامله، غنخوي الكوزينه كامله، يعني البوطاجي نخويه كامل، باش نلقى راحتي فين نخدم، نعرف زعما البلاصه اللي مساحت مزيان البلاصه اللي ما مساحتش. تقدروا يعني واحد الا بغى يدير مثلا يجمع غير النص، جهه يجمعها وجهه يخليها مرونه من بعد حتى يسالي ويدوز للجهه الاخرى، يعني تناوبهم ممكن، ولكن انا جاتني احسن طريقه هو انني نخوي كل شيء باش نخدم على خاطري. صافي من بعد ما خويت الدنيا كيف كيبان لكم، البوطاجي كامل خويتو من راس لراس، غنشد الصابون ديال المواعن وهذا، وغنحك مزيان هنايا، نقيت الا كانت شي حاجه لاصقه فيه تحيد اي حاجه، المهم نحيد كل شيء اللي فيه. من البنات صافي غنحاول نغسل مزيان البوطاجي، يعني نحكو مزيان باش ما يبقاش فيه الوسخ، ولا مثلا شي حاجه لاصقه شي زبله لاصقه فيه ولا اي حاجه، يعني تكون مزيده على البوطاجي خصها تحيد، خصو يتنقى يولي رطب 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 رطب، ونقي مزيان باش ملي نجي نلصق هذاك البيبر علي ما يجيش معرفز ليا من بلاصه، مثلا بلاصه فيها شي تخربيقه لاصقه هو داير. المهم يعني ضروري من هاد لي طاب ضروري منها يتغسل مزيان البوطاجي ويتمسح وينشف مزيان، ما خصوش يبقى سارد، لانه الا بقى سارد ما غينسقش لك البيبر مزيان فيه، وغتولي مضيع البيبر على والو، يعني ما استفدتي منه ما حتى شي حاجه. المهم راني خدامه من نيتي. صافي المهم كيف كيبان لكم، صافي حكيت ودابا كنمسح بالطرشو كنحيد داكشي لانه ما بغيتش ندير الماء بزاف. صافي المهم انتما معايا. صافي من بعد ما غسلت البوطاجي مزيان، المهم حكيته مزيان ومسحته، يعني غسلت الله يصافي غسلت ومسحته مزيان داكشي، غنعاود ندير حاجه اخرى باش نتاكد انه ما فيه حتى شي حاجه، غنرش عليه ديزانفيكتون هذا باش تنقى ليا مزيان الدنيا،
عاد نبدا نخدم خاصها تكون فريمون نقيه الدنيا ما فيها حتى شي حاجه باش كي داكشي كيجي لي مقاد صافي نرشو على كلشي وندوز مزيان خفيف فيكتون كيعجبني بزاف لانه الا كانت بحال مثلا كتكون مثلا شي طاش يعني تزقلت ليك اولا شي حاجه قاصحه باش تحيد اولا شي دهون كيحيدهم يعني بكل سهوله صراحه غزاله ديزانفيكتون واعر داكشي علاش عاود خدمت به من الفخمه ساليت المهم من بعد ما ساليت صافي غناخد بورشون اخر يكون ناشف غنحاول نشف نشف دابا جبت طورشون واحد باقي جديد باش نشف فيه مزيان نشف مزيان داك باش ما يبقاش ليا حتى نقطه ديال الماء واحد غنكمل نشف حتى نسالي بهاد الطورشون وندير بيبر تاول داك البابي ديال الكوزينه ونمسح به حتى هو مزيان باش نتاكد انه السيرفاس يعني ناشفه مزيان ضروري الناس ما تكون ناشفه يعني هذه حاجه مهمه بزاف دابا نقيه وناشفه مزيان غندوز دابا المهم دابا غندوز عليكم اشنو غنحتاج باش نبدل هاد الرخام اللي عندي اول حاجه غنحتاج لها هما هاد الدوات هادو هادشي كله كنت وريت لكم فواحد الفيديو ديال التقليد ديال رمضان وريت لكم اشنو خديت مشيت للوز وخديته منهم هذا كل رولو داير شي 8 شي 7 دولار وشي حاجه يمكن تقريبا 8 دولار يعني مخدم كان 798 وقيله المهم انا خديت منهم جوج هذا بحال شكل رخام في البيض هكا كيجي الشكل ديالو وغنحتاجو هذا اللي هو داك اش كيسمى هنا يوتيليتي نايف هذا و كارطه اي كارطه انا نخدم هذه ديال ايكيا هي اللي بقيت قدامي غنخدم بها نحيد هذا هذه نحلوه كيجي الشكل ديال الخلاطة هذا جبت نحلو وانا خسرته من هنا دابا فين الماس الداخل خصو يتحل باش تشديو وما نستخدم هذا نتمنى يخدم هنا غنبدا باش نلصق فيه هنا كيف كيبان لكم انا حطيت جبت الرولو ديالي كامل وبديت كندير به يعني بديت كنلصق فيه ولكن البنات احسن طريقه انا في الاول هنا ما كنتش عارفه يعني يلا اول مره غنديرو ما عرفاش بزاف لي زاستوس ما عرفاهمش يعني ما عرفتش كيفاش نخدم به مزيان ولكن البنات احسن طريقه هي انكم كتعبروا البلاصه مثلا كتشدوا تحطوا على السورفاس اللي باغي تخدموا بها كتحطوه كامل يعني شحال غيقدكم هذاك الشيء وكتعبروا هو اللور راه فيه العبارات يعني فيه مثلا 1 انش 2 انش فيه المهم دايرين العبارات بالانش بحال نقولوا حنا سنتيم ولا المتر ولا ما نعرف شنو ياك كتعبري شحال خاصك مثلا 10 انش 12 انش شحال ما خاصك وكتقطعي العبار اللي خاصك وعاد كتبداي تلصقي احسن طريقه هي هذه انا هكا تعربست درونت بزاف لانه ما قطعتش وبديت كنلصق والرولو كبير يعني روني بزاف ولكن من بعد صافي وليت كندير وباش كتسهلوا عليكم البنات كتشدوا هذيك لاكارت كتبقاو ديروها باش كتخرجوا اي برد كاين يعني ما كيبقاش البرد لداخل باش كتجيكم مقاده انا في الاول صراحه راه ما كنتش عارفه مزيان يعني المهم ملي كتكون اول تجربه ما كتعرفيش مزيان احسن طريقه البنات انا غنديرها في فيديو فيديو من بعد راه غتبان لكم انكم كتجروا يعني البابي من تحت وميم طون كتجروا البابي من الفوق يعني بحال كتيريوه باش ما كيبقاش باش ما كتخليوش فرصه انه يتكمش ليكم ولا شي حاجه
هذا هو الفلافات اللي درت في الاول يعني ما كنتش عارفه ما كنتش كنتيريه مزيان سو كنت كنلقى مشكل يعني خصني نبقى نتبعها بعد ما كنعاود نهز بحال دابا هاد اللقطه كنعاود نهزو باش نردو والبنات يعني اصلا ما خافوا والو ساهل بزاف يعني كتعاودوا تهزيه هو كيلصق مزيان وكي كتعاودوا تهزيه ماشي مشي وتعاود تلصقي الدنيا هانيه ما كيطرى ليه حتى شي حاجه ما كيخسر ما والو صافي البنات كيف كيبان لكم هنا راني غاده تابعها بهذيك هذيك الكارت الصراحه فيها خدمه بزاف صراحه فيها تمار ضربتني يدي يعني بهذيك الطريقه كيفاش كندير المهم كنضل الفيديو شارح راسو صافي نخليكم مع الفيديو دابا ونتلاقاو من بعد هنا غندير البلاصه ديال لافابو البلاصه ديال لافابو كتكون شويه صعيبه واحسن طريقه هو انكم تقطعوا الشريط اللي غيكفيكم يعني كتعبروا كتقطعوا الشريط اللي غيجيكم هو هذاك وكتحلوه كامل يعني كتحيدوا ليه البابي من اللور ديالو كله لانه ملي بديت نجرب انا نلصق بشويه بشويه ما بغاش يلصق ليا جامي صعيب بزاف وترود احسن طريقه هو انكم تحلوه كامل وتحاولوا تلصقوه يعني بطريقه سهله صافي وهنا كنقطع هذاك كنقطع داك الشيء اللي زايد من الفوق خدمت هذا المصطلح خدم ليا مزيان كنت معول على الاخر ولكن المهم ما دارش يعني نتوما البنات كيف كيبان لكم كنجر البيبر من تحت وكنجر هذاك من الفوق باش كيعطيني باش كيعطي كي ما كيديرش ليا البابلز كيديرش ليا داك الفقاعات ديال الورد الداخل صافي كنبقى غاده بحال هكا حتى كنكمل كلشي في الاول اللي جاتني صعيبه ولكن من وراها صافي ولات سهله يعني ولفتها دغيا جاتني سهله ما 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 ما, ما داتش لي زعما مشاكل بزاف بحال الاول صباح الخير البنات كي درتو لاباس شي مزيان المهم البارح صراحه ما قدرتش نكمل وصلت يمكن شي 3 ديال الصباح وانا بقى حاصله في هذا الشيء بقى ما كملتوش بغيت نمشي نعس حتى الصباح نكمل المهم دابا راه الصباح عندنا دابا شي 10 ولا ماشي 9 ونص دابا صافي المهم فقط خويت هنا الدنيا تاع العاد تاعي حكيت البوطاجي المهم البوطا كانت مصحة حكيت واحد شويه من هادو السمعة المهم مسحت مزيان تما نشفت يعني بلاصه نقيه مقاده غنبدا دابا نلصق فيها داك المارفل ديالي هذا يلا نكمل مع بعض بنات صافي راه وليت بروفيشنال صافي راه تعلمت مزيان انتم كيف كيبان لكم الشوك ساهله كنجر هذيك وكنحاول نجر حتى البيبر من الفوق باش تجيني ساهله ما كيديرش ليا البابل انتم شتيها انا كنجر من تحت وكنجر هذيك من الفوق باش كتخرج ليا مقاده صافي كيبقى ليا غير الجناب الجناب ساهل انت هو ماشي شي حاجه اللي صعيبه خاصك تقطعي غير البيبر على خاصك تقطعي غير البيبر على السايز ديالو يعني كتعبري وتقطعي باش ما كتروني ما حتى شي حاجه وكيبقاو الجناب كتقطعي ليهم بوحدهم باش كيجي احسن مساح وكيجيك ساهل المهم البنات ساليت واخيرا ساليت صراحه النتيجه جات غزاله بزاف جات واعره ولات بحال كوزينه واحده اخرى وعطا زعما عطاها الاتساع يعني ولات بحال كتبان كبيره الكوزينه صراحه جا غزال 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 بزاف ومن طون كيبين حتى النقاء ماشي بحال الاخر صراحه كنبقى نحكو 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 ومع ذلك مع داك اللون عنده مغمق بزاف ما كيبانش فيه النقاء ما تعطيش ليه في انه نقي ومقاد داكشي ما تيبانش زوين بزاف المهم كيما شفتوا في الفيديو سمح كيما تكونوا شفتوا الفيديو وريتكم الطريقه كيفاش كديروا المهم انا في الاول انا ما كنتش عارفه مزيان من بعد مره واحده عاد تعلمت ليه كيفاش نديروا مزيان يعني صراحه سهل ما صعيبش بزاف
كيبقاو صعاب بزاف هما القنات هما اللي صعاب شويه لانه يعني كيبغي شويه العوين صراحه. الا كانوا جوج الناس تكون احسن يعني احسن من واحد. المهم انا خدمت تقريبا راسي بديت البارح في الليل علاش لانه ولادي ما تيخليني ندير حتى شي حاجه قلت خليتهم حطيتهم نفسو وبديت نصايب انا راسي داك الشيء صراحه ولكن ما كملتش لانه وصلت 3 الصباح وباقي ما كملتش سو قلت نمشي نعس حسن ليا حتى الصباح ونكمل وداك الشيء اللي كان فقط في الصباح عاد كملته. المهم بلا ما نطول عليكم بزاف الهضره بلا 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 بزاف غنوريكم كيفاش جات النتيجه ورطوا لي اخبار. يلا بدات غنوريكم دابا كيفاش جا هانتوما البنات كي جا جا غزال. انا نوريكم بعدا نظره كامله للكوزينه كيفاش جا وعاد نوريكم بشويه بشويه هانتوما vraiment j'ai besoin de vous aider je vais vous dire déjà او يعني ساهل في التنظيف ماشي شي حاجه ديري الماء والصابون وداكشي وهانتي غاسله يعني مخير بزاف وكيصبر هانتوما البنات كيفاش جا لا vraiment غزال بزاف. حتى واحد المنظر غزال الكوزينه ولات الكوزينه كتبان نقيه كيف قلت لكم وكتبان حتى الكبر عطاها حتى الكبر يعني ولات كتبان كبيره. هذه المساحه ولات كتبان كبيره عندي لانه عندي كوزينه واخا يعني ما صغيراش بزاف وما كبيراش داك الكبر نيت يعني صافا عطات صراحه عطات منظر غزال كيف قلت لكم وسهل في التنظيف ماشي شي حاجه اللي صعيبه. واللي زوين فيها البنات هو انه سهل باش تحيديه يعني بالنسبه لي انا ملي نبغي نخرج مثلا نتحول ولا شي حاجه سهله بالزربه غنحيدو نجرو مثلا من هنا ولا من شي بلاصه وها هو محيد يعني ما كاينش مشكل بزاف ما كاينش مشكل بالمره وما كيخسرش البلاصه يعني ماشي زعما ملي غتجري غيقشر لك البلاصه ولا غيخلي لك مخيط خاسره ولا شي حاجه ابدا لا تبقى زعما كيخليك البلاصه هي هذيك. انتما البنات انا كنعاود ندير لكم دويرات صراحه الحاجه دابا اللي مبسطاني هما هاد لي بلاكار هادو ما كرهتش دابا هاد لي بلاكار يكونوا مثلا في الكري ولا في الكحل وكان الا جاوا في الكري ولا في الكحل غيجيو غزالين بزاف غيجيو واعرين مع مع مع, مع هاد الرخامه دابا اللي ولات عندي. مي دوماج يعني صراحه صعيب باش هانتوما شتي كيفاش جي دابا يعني ما جات زوين معاه بزاف ما عندي ما ندير شغل ما عندي ما ندير غنخليهم بحال هكاك هادشي اللي كاين هانتوما البنات جوله شامله صافي وكيف كيبان لكم. المهم هنا حتى تقريبا كل حاجه رديتها لبلاصتها ما عدا شي حوايج اللي حولتهم هنا حطيت هادي ديال القهوه هادي المهم خاصه الكاس ديالها مصغ حتى نغسلوه وحطيت هنا هادي ديال العطريه عندي حطيتها هنايا حطيت هاد الطبيسيل هذا كندير فيه السويرتات وداكشي. المهم انا كيف كيبان لكم انا حاطه هادي المعلقه اللي كندير فيها ملي كنكون مثلا كنطيب وكنحرك شي حاجه كنحطها فيها. حطيت هادي ديال الملحه والبزار المهم كنصنوا فيها الزيت واحد شويه هنا حطيت هادي ديال الماء هاد الغلاي هذا ديال الماء هنا حطيت هادو ديال الاتاي ديال السكر حطيتهم هنا هادو كنت حاطاهم فهاد الجهه حطهم هنا حيدتهم من هنا وحطيتهم هنا لانه هناك تحط هذيك ستيريلايزر ديال القراعي ديال الرضاعات ديال ولادي ولكن حيدتها ما بقاش محطاطيتي من ملي بغي نخدم بها الجبده ومن بعد نحيدها اولا نحطها في الجهه الاخرى. هادشي هذا ما كان هادشي اللي درت في مخي صافي. هانتوما كيفاش كتجي كتجي زوينه هكا ما ديوش على الميكرويف عاد خصني نمسحو راه كيبان مطبع الكحل دغيا كيطبع ليا تقيسي بيدك كيطبع ما تديوش عليه صافي. هانتوما كيف كيبان لكم هنا كيبان زوين صراحه انا صراحه تزات كوزينتي. المهم وهنايا حطيت هادو ديال المهم هادو راه مرونين البنات ما تديش عليهم حتى هما ما مقاديتهمش مزيان نقصت منهم حيت منهم شي حوايج ولقيت راسي رديتهم في الاخر يعني غسلتهم وماشي جمعتهم حيدتهم عاود رديتهم لبلاصتهم. المهم ما علينا صافي. انا حطيت هادي ديال المعالق والفرشاطات والماس وهذيك ديال
ديال المغالوف وداك المعلق الكبار يعني وداك التخربيق الاخر. صافي خليت البلاصه هنا خاويه، يعني هنا فين كنحط البلاصه ديال هذيك الديشمات، هذيك اللي كنحط فيها المواعن باش كيتسقطر وداك الشيء كنحطها تما. المهم باش نحطها دابا يعني تنبغي نخدمها وداك الشيء. صافي هنا في لابابو حطيت هذاك الشيته اللي كنغسل بها القراي وداك الشيء، وهذاك الصابون والحلفه ديال المواعن. وهنايا حطيت العجانه، هذيك هي بلاصه ما عنديش فين نديرها لان والله كلهم صغار. كنت في الاول فاش يلاه تحولت كنت حاطه هنايا، كنت حاطه هنا في هذه البلاصه هنايا، مي ما جاتنيش يعني جاتني مطيره تما، قلت نحيدها من حدا البوطه احسن ونحطها في هذه الجهه احسن ليا. صافي وهنا حطيت هذا الديفيزر، هذا اويل ديفيزر، هذا زويون بزاف، هذا كيعطي منظر زوين ومن طو كيطلق لك الريحه. صافي البنات غنكون ساليت الفيديو ديالي، هذه هي كوزينتي من بعد ما بدلت ليها الرخامه ديالها. ها نتوما، صراحه طريقه سهله بزاف وغير مكلفه، يعني باش تزوقي كوزينتك، بحال انه كيما كنعرفوا حنا العيالات عشاقه للالات، هيا عجبتها الحاجه اليوم مره ما عجبهاش. المهم ولا كنتي دايره الرخام خصوصا سورتو الرخام، الا كنتي دايره الرخام ميمكنش كل مره غتبقاي تبدليه، امبوسيبل يعني الرخام راه غالي. يعني احسن طريقه هي هذه، هذه كتبقى رخيصه بزاف، كتشدي ديري هذا البلاص الورق هذا التسقيط وانت بدلتي كوزينه كامله. يعني كاينين بزاف التخربيق، كاين هذا وكاينين بزاف التخربيق اخرين بحال الزليج كيلصق في الحيط حتى هو، ماشي زليج هو ولكن كيكون ورق كتلصقو داكشي، كيكون داكشي زوين بزاف صراحه. المهم انا كنت كنخلي بصراحه في الاول على الكحل، ما لقيتش الكحل، قلت البيض ماشي مشكل، يعني هذا سواء الكحل سواء البيض بحال ماشي مشكل. المهم طولت عليكم الهضره بزاف 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 بزاف. انا بغيت ندير حاجه دريه صغيره عاجبها كوزين تا كندور نعاود ندور ونعاود ندور. المهم هي صافي البنات هنا غنكون ساليت الفيديو ديالي. كيف كتشوفوا وريتكم الفيديو، وريتكم الكوزينه كيف كانت في الاول وكيف رديتها، صراحه النتيجه غزاله غزاله بزاف. يعني تستحق انكم تشريو هذا البابي وديروه باش تبدلو شويه من الكوزينه، تبدلو شويه الروتين. صراحه انا كوزينتي عجبتني، حمقتني، بديت مزعوطه فيها. المهم نتمنى البنات يكون عجبكم الفيديو ديالي وصيفطوا منو شي حاجه. ولا عجبكم الفيديو ديالي ما تنساوش تعملوني بلا لايك وبارطاجيو الفيديو ديالي مع صحابكم، ولا كنتي اول مره كتشوفي القناه ديالي ما تنسايش تضغطي على زر الاشتراك باش نكبروا العائله ديالنا ان شاء الله. المهم نتلاقى معكم البنات في فيديو جاي ان شاء الله. يلا باي باي.